بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، اهلا بيكم في فيديو جديد في السلسله بتاعه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انواع الابحاث العلميه، الاطار العام للبحث العلمي، ازاي تبدا في ريسيرش. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن لو حد لسه ما اتفرجش عليه. في الفيديو النهارده هنتكلم على الفرق ما بين انواع الريفيوز، الفرق ما بين الليتريتشر ريفيو وما بين السيستماتيك والميتا اناليسز. هنحاول ان احنا في السلسله دي ما يكونش مجرد معلومات على اليوتيوب سريعه، ولكن هنحاول ان احنا ندعم الفيديوهات بامثله وتفاصيل حياتيه وخبرات يعني الواحد تعرض لها اثناء الفتره بتاعته في الريسيرش. علشان كده حابب الناس تشترك في القناه وتفعل الجرس، بحيث ان لما الفيديو ينزل لو حابين ان هم يتفرجوا عليه بشكل على طول، وتشارك الفيديو مع الناس، علشان مشاركة الفيديو مع الناس هي دي اللي بتوصل الفيديوهات لعدد اكبر، ويخلينا نقول بيبقى شعور لطيف ان يكون في فيديو جوز فايرل او الفيديو ينتشر ما بين الناس، لان بحس ان يكون في فاليو للشغل اللي احنا بنشتغله. بدون بقى مقدمات كتيرة خلينا نبدأ في المحتوى بتاع النهاردة. طيب احنا ممكن نقسم الريفيوز لثلاث انواع: الليتريتشر ريفيو، سيستماتيك ريفيو، والميتا اناليسيس. الليتريتشر ريفيو ده ساعات بيسموه الناريتيف ريفيو، والسيستماتيك ريفيو، والميتا اناليسيس. خلينا كده اوضح يعني ايه الليتريتشر ريفيو، يعني ايه سيستماتيك ريفيو، يعني ايه ميتا اناليسيس. الليتريتشر ريفيو ده خلينا نقول في ناس هنا عملت برايمري ريسيرش او ابحاث اوليه زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي فات عن الفاكسينز او علاجات بتاعت او اللقاحات بتاعت الكورونا. ففي ناس عملت دراسه في امريكا، في ناس عملت دراسه في نيوزيلندا، في ناس عملت دراسه في بريطانيا، في الصين، في الهند، في اليابان. احنا حابين ان احنا نعمل ريفيو. الريفيو ده بيلخص الدراسات كلها، وبالتالي حد ممكن يكون مبتدئ في ريسيرش او حد يعني كويس في ريسيرش ولكن عايز يقرأ عن نقطة معينة، بدل ما يقرأ 100 بحث، بدل ما يقرأ 150 بحث، ممكن يقرأ بحث واحد يلخص كل الدراسات الموجودة دي. ده الهدف الأساسي من الليتريتشر ريفيو. فالليتريتشر ريفيو أو الناريتيف ريفيو الهدف منه هو إنك تختار نقطة بحثية معينة وتتكلم عنها وتلخصها وتعملها سامري. فممكن نقوله في كلمتين ان الليتريتشر ريفيو الهدف الاساسي بتاعه بيكون السامر او السامرايزيشن، ملخص، وجزء منه تاني اللي بيعلم جوده الريفيو هو انك تعمل نقد او كريتيك، او انك تقول زي رايك في السامر اللي انت عملته ده. ده هو الليتريتشر ريفيو. النوع التاني هو نوع السيستماتيك ريفيو. الناس لما بدات تعمل الليتريتشر ريفيوز بدا يكون في حاجه اسمها البايز او التحيز. يعني على سبيل المثال انا عايز اتكلم على اللقاحات بتاعه الكورونا فيروس، فبدل ما اجيب الدراسات الموجوده في كل حته، الموجوده في امريكا والموجوده في الصين وفي الهند وفي اليابان، انا ممكن اقول لا، يعني الدراسات اللي موجوده في الهند ممكن تكون مثلا دراسات ضعيفه فانا مش عايز اضيفها معايا في البحث بتاعي. ممكن الدراسات اللي موجوده في مصر مثلا دراسات الستايل بتاعها مش عاجبني فانا مش عايز اضيفها. فده اسمه ايه؟ بايس. لان انت مهمتك كريفيور كمراجع مش انك تختار الدراسات بناء على اهوائك الشخصيه، انما لازم تكون ماشي بطريقه علميه صحيحه. طيب مين اللي هيحط الطريقه العلميه الصحيحه دي؟ في ناس بدات تعمل زي معايير او اطارات او خطوات معينه بيسموها زي الجايد لاينز او المعايير العلميه الصحيحه اللي المفروض تمشي عليها. فالسيستماتيك ريفيو، كلمه سيستماتيك معناها ممنهج، وبالتالي هو ريفيو زي الليتريتشر بالظبط، ولكن بناء على منهج، يعني بناء على خطوات معينه المجتمع العلمي هو اللي حطها. طيب باختصار سريع كده ايه هي الخطوات؟ مثلا انت ممكن في الليتريتشر ريفيو تروح عامل ان السؤال البحثي بتاعك انواع التريتمنت او الفاكسينز بتاعه الكورونا فيروس. ممكن يكون حاجه جنرال عامه خالص كده وتتكلم فيها عن الموضوع. ولكن في السيستماتيك ريفيو لازم تكون حاجه اسمها البيكو بتاعتك. البيكو هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي، البوبوليشن والانترفنشن والكومباريزن والاوتكم بتوعك، او يعني باختصار شديد لازم يكون على فئه معينه ولازم يكون في اطار معين للسؤال البحثي بتاعك. طيب بعد ما بتطلع السؤال البحثي في السيستماتيك ريفيو بتعمل حاجه تانية اسمها السيرش استراتيجي. فبتقول لهم يا جماعه انا بحثت في المنصات الفلانيه ولكن انا مشلتش اي بلاد ولا شلت اي معايير معينه ولا حطيت، يعني كل المعايير اللي انت بتحطها او اللي انت بتتبعها في البحث بتاعك بتستخدمها في السيستماتيك ريفيو، وبتكون موجوده في السيستماتيك ريفيو ذات نفسه. الليتريتشر ريفيو او الناريتيف ريفيو ما بيكونش فيه سيكشن او ما بيكونش فيه الجزء بتاع الميثودولوجي او طريقه البحث بتاعتك، انما في السيستماتيك ريفيو بيكون فيه الميثودولوجي، بتقول لهم انت عملت الريفيو ده ازاي.
طيب خليني بقى اقول لكم ايه الفرق ما بين السيستماتيك ريفيو وما بين الميتا اناليسز. السيستماتيك ريفيو زي ما احنا قلنا عباره عن خطوات، 5 أو 6 خطوات يعني جوهريه، بتمشي فيهم خطوه ورا الثانيه. الميتا اناليسز نفس الكلام بالظبط، ولكن اتكلمنا في الفيديو اللي فات على ان الابحاث بتنقسم لابحاث اوليه وابحاث ثانويه. فالناس اللي بتعمل ابحاث اوليه دي بتعمل حاجه اسمها اناليسز. يعني على سبيل المثال انا جبت مثلا 50 عينه دم من ناس كان عندهم كورونا فيروس وعملت عليهم اناليسز معينه او عملت عليهم تحليلات معينه، فده اسمه اناليسز. ولكن الفرق ما بين الاناليسز دي، ده اسمه برايمري ريسيرش. احنا قلنا الميتا اناليسز تعتبر سكندري ريسيرش. طيب سكندري ريسيرش ليه؟ لانها بتعتمد على البرايمري، وبالتالي البرايمري ريسيرش اسمها اناليسز، السكندري ريسيرش اسمها ميتا اناليسز. ميتا باللغه العربيه معناها ما بعد، وبالتالي في اناليسز والميتا اناليسز اللي هي ما بعد الاناليسز. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان انا ما باخدش الرو داتا او الارقام الاصليه بتاعه الدراسه ذات نفسها، انما انا باخد الاناليسز واناليسز 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 واعمل لهم ميتا اناليسز. فالفرق ما بين السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز ان السيستماتيك ريفيو حاجه مقاليه مكتوبه، ولكن الميتا اناليسز حاجه مقاليه برضو ولكن مدعومه بارقام. فمثلا ما هنقول ان الفاكسين سين احسن من الفاكسين صاد، ده ممكن يكون السيستماتيك ريفيو، ولكن الميتا اناليسز بتكون اقوى ولها معايير معينه. علشان الميتا اناليسز بتقول ان النتيجه النهائيه بتاعتها ان الفاكسين سين افضل من الفاكسين صاد، ولكن بنسبه 60%، بنسبه 50%، برقم معين، برقم معروف في المجتمع العلمي. طيب حاجه برضو تانية، وهي ان الليتريتشر ريفيو يعني احنا بنتكلم عن طريقه كتابه الحاجات دي بشكل تطبيقي. الليتريتشر ريفيو ما بيتطلبش منك مهارات احصائيه كبيره، وخصوصا في البدايه، في بدايه كتابته زي ما قلنا احنا ممكن يكون اصعب شويه في النشر بتاعه. ولكن يعني المهارات الاساسيه المطلوبه في الناريتيف ريفيو او الليتريتشر ريفيو هو انك تكون بتعرف توصل للابحاث العلميه، تنزلها من الداتا بيزز. وتقريبا شرحنا فيديو عن باب ميد ازاي تستخدمه، وهنشرح في السلسلة دي مجموعة من الداتابيز التانية. فالنارتيف ريفيو بتتعلم ازاي تنزل الابحاث العلمية وازاي تقرأها بشكل صحيح وازاي تطلع منها الداتا بشكل صحيح وازاي تكتبها بشكل صحيح. دي كده المهارات اللي انت بتحتاجها في الليتريتشر ريفيو. ولكن السيستماتيك ريفيو بتحتاج بقى المهارات بتاعت السيستماتيك ريفيو ذات نفسه، اللي هي مثلا انك تعرف الاطار او الخطوات بتاعه السيستماتيك ريفيو ايه هي، تعرف الخطوه دي بتتعمل ازاي. فهيكون بقى في جزء انك تكون عندك معرفه بالسيستماتيك ريفيو ذات نفسه. والشق الثالث او الدراسه الثالثه هو الميتا اناليسز. لازم يكون عندك خلفيه قويه جدا بالستاتستيكال اناليسز، بالاحصاء، علشان تبدا تطلع الداتا دي، الاناليسز ده، وتعمل لهم ميتا اناليسز زي ما وضحنا في اول الفيديو. طيب ملحوظة سريعة برضو، لازم تكون عارف الخطوات بتاعت السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز كاملة علشان تعمل سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسز صحيح. اغلب الناس بتكون عارفة الخطوات بتاعت اللي هي البيكو والسيرش استراتيجي والسيرشنج داتا بيزز، الحاجات اللي هي في البدايات دي الناس كلها عارفها، ولكن محدش يعرف في الخطوات بتاعت ازاي نعمل ترجمة للنتائج اللي طلعت لنا، ازاي نعمل فورست بلوتس. حاولت في القناة ان انا اصور فيديوهات عن الموضوع ده، ولكن بتكون مخصصة شوية للي فاهم اصلا يعني ايه فورست بلوت وعايز يعمله بشكل مباشر. الفيديوهات دي ان شاء الله هنحاول ان احنا نشرح فيها السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، فيعني ممكن نحاول خلال ال5 أو ال10 فيديوهات اللي جايين نشرحهم بشكل تفصيلي. فهتاخد الشكل التفصيلي ده او الاطار العام وتبدا انك تاخد الخطوه بتاعتك ان شاء الله. يعني ممكن تتفرج على الفيديوهات دي من باب الاكسبيرينس او من باب المعرفه العامه، وبعد كده لما تيجي تطبق تحاول انك تتفرج عليهم تاني على اساس انك تطبق ستيب باي ستيب ان شاء الله. مش عايز انهي الفيديو ده من غير ما اوريكم شويه امثله. فيعني خلينا دلوقتي نفتح مثلا مكان زي باب ميد، واحنا انا شرحت باب ميد اكتر من مره. ولو كتبنا كده مثلا كوفيد تريتمنت، خلاص اخترنا ان الحاجات مثلا منشوره في جورنال زي نيتشر وعملنا سيرش. هنختار هنا فلتر مثلا الريفيو، يعني في فلتر ميتا اناليسيس، فلتر ريفيو، وفلتر سيستماتيك ريفيو. فلتر ريفيو ده اللي هو الليتريتشر ريفيو العادي، سيستماتيك ريفيو، ميتا اناليسيس زي ما احنا وضحنا. لو اخترنا الفلتر بتاع الريفيو وقلبنا كده شويه، طيب زي ما احنا شايفين قدامنا ده الريفيو بيتكلم على الكوفيد وفاكسينز ان ديفلوبمنت، وخلينا نشوف هنا ان ده باحث بث هو اللي كتبه، ولكن ده بيكون حد
تقيل جدا في المجال، بيتكلم على الفاكسينز بتاعت الكورونا فيروس. طيب زي ما احنا شفنا، احنا زي ما قلنا ان هو بيكون حاجة مقالية، في كلام كتير، literature review يعني رغي، يعني محتوى مقالي كتير، وبرضو بيكون في زي figures كتيرة. فدي الفيجرز اللي احنا شايفينها قدامنا. مثلا بيتكلم عن انواع types of vaccines, inactivated vaccine, live vaccines، كل الحاجات دي كلها انواع. ملخص يعني زي ما احنا شفنا مجموعة كبيرة من الدراسات جدا، اكتر من 150 دراسة متلخصة في بيبر واحدة، وبالتالي دي قيمة الريفيوز القوية جدا، صورة زي كده ملخصة حاجات كتيرة جدا. فنيتشر معروفة بالريفيوز بتاعتها، ولكن زي ما احنا شايفين ده literature review عادي خالص، تقدر تقرأ literature review ده تطلع منه معلومات تفيدك انك تفهم الصورة العامة او الصورة الاجمالية للتوبيك اللي انت بتبحث عنه. طيب لو كتبنا COVID treatment واخترنا بقى ان احنا عايزين نشوف حاجات، لغينا الفلتر بتاع الريفيوز واخترنا مثلا فلتر بتاع systematic reviews، هنلاقي مثلا ده مثلا systematic review وmeta analysis مكتوب عليه من بره اهو، يعني خلينا نفتحه ونشوفه. طيب ده بيتكلم على ايفرمكتين، ده يعني for prevention and treatment للكوفيد 19 infection، ده systematic review meta analysis. فلو بصينا هنا نلاقي ان لو قلبنا مثلا في البيبر ده الانترودكشن معلومات عامة، هنلاقي الميثودز بقى دايما هتلاقي الميثودز في كل systematic review نفس الفكرة، search strategy بتاعتهم عاملة ازاي، الداتا اناليسز بتاعهم عامله ازاي، الستاتستيكال اناليسز، داتا اناليسز، كل الحاجات دي مجرد بيكتب لك احنا الخطوات. يعني مثلا وي ميتا اناليزد داتا يوزنج ذا راندوم افكت موديل، احنا هنتكلم عنه باستخدام ريفمان، وده اللي انا شرحته في فيديو من الفيديوز. الريزلتس مثلا كذا كذا، احنا استخدمنا السن سنسيتيفيتي اناليسز، فهو دي بيقول لك احنا عملنا ايه بالظبط في السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. دي الميثودولوجي بتاعتهم، والريزلتس بتاعتهم دايما بيكون فيها الشكل بتاع البريزما فلو دايجرام، ده حاجة مشهورة جدا، ده برضو تيبل ملخص كده للدراسات بتاعتهم. دي حاجة اسمها risk of bias assessment، دي برضو هنشرحها في الفيديوهات بتاعتنا. ولكن هو ده باختصار شديد الميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو، وده شكل مشهور جدا احنا اتكلمنا عنه ازاي نقرأه وازاي نترجمه، هنسيب اللينكات بتاعت الحاجات دي في الديسكريبشن. ولكن الشكل ده الشكل بتاع الميتا اناليسز، اسمه الفورست بلوت. هنا مثلا في الميتا اناليسز ده بيحسب حاجه اسمها الريسك ريشيو، وبالتالي دي ميتا اناليسز ما بعد الاناليسز الاولانيه زي ما احنا قلنا لكم، دي الدراسات الموجوده فيها. فيعني اتمنى الفيديو ده يكون واضح بالنسبه للناس، يعني لو حد عايز يعمل literature review فده معناه ان هو عايز يلخص مجموعه من الدراسات، مفيش restriction شويه في السؤال البحث بتاعه. السيستماتيك ريفيو يكون فيه شويه ريستريكشن عشان لازم يمشي بخطوات معينه. الميتا اناليسز لازم يكون فيه اوتكم اصلا ان احنا نقدر نحسبه بارقام علشان نعمل له الميتا اناليسز. ده الاطار العام للثلاث انواع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لناس اكتر، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.